هل رأيت ثعبانا يطير من قبل؟ وكيف يتمكن هذا الثعبان من الاصطياد من خلال الطيران؟ ولماذا أعطاه الله هذه القدرة الهائلة في الطيران والمناورة والاصطياد؟ اليوم سنتأمل الثعبان الطائر، أحد عجائب الخلق، ونسبح الله تبارك وتعالى. حتى يتبين لهم أنه الحق. الطبيعة مليئة بالعجائب أيها الأحبة، ولكن من أغربها ما سخره الله لهذا الثعبان الذي سنتأمله اليوم. أحيانا الثعبان يكون غير محمي، يكون لونه مميز بالنسبة للكائنات، وبالتالي مكنه الله من هذه القدرة ليتمكن من أن يحمي نفسه، لأن هذا الثعبان الأخضر لونه مميز جدا وليس لديه قدرة على التخفي، فكيف يهرب من أعدائه؟ يمارس ما يسمى بالانزلاق أو الطيران في الفضاء. يمكن لهذا الثعبان الجميل أن يطير لمسافة تصل إلى 100 متر، وسبحان الله يستخدم هنا عضلات قوية جدا على الرغم من صغره ودقته، ولكن العضلات التي سخرها الله لهذا الثعبان قوية جدا وتساعده على التوجه أيضا وليس فقط على الطيران، فهو يتوجه بدقة أثناء طيرانه نحو الهدف ليصطاد أو ليهرب من مفترس أو ليتنقل بين الأشجار من غابة إلى أخرى من دون أن يصرف أي طاقة، يعني هذه الطريقة فيها توفير في الطاقة. انظروا معي أيها الأحبة إلى هذا التصميم الإعجازي المذهل. سبحان الله كيف أعطاه الله هذه القدرة، على الرغم من أنه أشبه بسلك يطير يتحرك يناور ويقفز من مسافات بعيدة ليأتي بالقرب من فريسته ويتمكن من الاصطياد. هنا أيها الأحبة يستخدم عضلات جسمه ليوسع جسمه قليلا هكذا، وهذا الأمر يمكنه من القفز والطيران بحرية. انظر معي الآن، هنا يقف على نهاية هذا الغصن حيث لا يستطيع المفترس أن يصل إلى هنا، يعني هذا الثعبان معرض للافتراس باستمرار، فتجده يقف سبحان الله على نهاية الأغصان الضعيفة، وهنا يمد رأسه وفي دماغه يقوم بكل الحسابات اللازمة لضمان مكان الهبوط. انظر معي أخي الحبيب كيف أنه يستعد ويحسب ولديه طبعا نظر، ثم سوف ينزلق من هنا طبعا باتجاه هدف محدد، يعني هو لا يمشي عشوائيا، لا يطير عشوائيا، إنما يسير باتجاه هدف محدد. انظر معي، هو يبحث على ما يبدو عن فريسة، يراقب فريسة ولكنها بعيدة عنه، فهو يخطط ويحسب وكل المعادلات الرياضية اللازمة. الآن انطلق، انظروا سبحان الله كيف ينزل بسرعة ويتلوى حول نفسه حتى يصل إلى المكان الذي يريد. تصوروا كل هذه المسافة لا زال يقطعها سبحان الله، ويتوجه مثل السهم، مثل الصاروخ سبحان الله، ويتلوى هكذا حتى يصل إلى المكان الذي هو خطط من أجله. وهنا المعجزة أيها الأحبة، أنه لا يرمي نفسه عشوائيا، بل هناك حسابات دقيقة جدا يحسبها في دماغه. انظروا هذه الحركات، هذا الشكل المتلوي محسوب أيضا، لأنه يهدف إلى أن ينزل مثلا على غصن أو على جذع شجرة حيث يريد أن يلتقط فريسة ما بانتظاره سبحان الله. كيف سخر الله له هذه الآلية الهندسية العجيبة في الطيران ليصل بالأخير إلى هدفه؟ انظروا كم المسافة التي قطعها سبحان الله، نزل هنا. انظروا أيها الأحبة، نزل هنا
بالقرب من ماذا؟ من هذا الوزغ. شيء والله في غاية الحيرة، يعني الواحد يحتار. على بعد عشرات الأمتار هو حدد هدفا ورصده جيدا، مع العلم أن هذا الوزغ صغير جدا، نحن كبشر لا نستطيع أن نراه في وسط هذه الغابة، وهذا يمارس التخفي أيضا. انظروا أيها الأحبة، لذلك العلماء يعتقدون أن هذه الكائنات لديها تقنيات متطورة غير الرؤية، ربما اللغة الكيميائية، ربما لغة الاهتزازات، ربما تستطيع أن يرصد أي حركة مهما كانت ضعيفة. انظروا الآن، حط هنا على هذا الغصن لكي يصطاد هذه السحلية التي قد تكون وجبة دسمة بالنسبة له، فهو ينتظر الآن ويخطط. انظروا هنا، هذه السحلية مختلطة بألوان الشجرة تمارس التخفي. طيب هذه كيف علمت لون الشجرة؟ وكيف تم إبداع هذه التضاريس وهذه البقع لتندمج مع شكل الشجرة التي تعيش عليها؟ سبحان الله. هنا الثعبان يبدأ بمد رأسه ويريد أن يلتهم هذه الوجبة الدسمة، ولكن في اللحظة المناسبة يهرب، هذه السحلية تهرب ويفشل هذا الثعبان في اصطياد هذه السحلية. لذلك هو يبدأ الآن بالبحث عن فريسة أخرى. يعني هنا أيها الأحبة، انظروا إلى هذا التصميم الدقيق في الطبيعة. علماء التطور يقولون كل هذا جاء بالمصادفة، حتى إن الأبحاث الحديثة جدا عام 2024 التي تحاول تفسير سر هذا الإبداع تقول تبين أخيرا، انظروا أنا أنقل لكم بالحرف الواحد، يقولون تبين أخيرا أن الحظ يلعب دورا في الطبيعة. عندما لم يجدوا أي تفسير علمي أو منطقي، قالوا إنه الحظ الذي منح هذا المخلوق هذا الشكل الرائع الذي يستطيع أن يتخفى به ويستطيع أن يهرب به من الأعداء. سبحان الله، هنا هذا الثعبان لديه قدرة على المناورة، لديه قدرة على المراوغة. انظروا كم هو طويل ضعيف، على الرغم من ذلك زوده الله بقدرات هائلة. انظروا حتى هذه السحلية زودها الله بقدرة على الطيران، يعني هذا أيضا ليحقق سبحانه وتعالى التوازن في الطبيعة. انظروا كيف تقفز وتفرد مثل الجناحين، طبعا هذا جزء من جسمها. انظروا إلى هذه القفزة الرائعة أيضا عشرات الأمتار، وتحط على المكان المناسب سبحان الله، يعني لا تخطئ. والله يعني أنا عندما شاهدت هذا المقطع الإنسان يخشع فعلا، كيف قامت هذه السحلية التي يقولون إنها غير عاقلة بحسابات دقيقة لتقفز من نهاية غصن لتحط على جذع شجرة يبعد عنها ربما 40 أو 50 متر، عشرات الأمتار، لتصل وتتمسك بالمكان الدقيق دون أن تسقط على الأرض. هل يستطيع أفضل الرياضيين في العالم أن يفعل ذلك؟ انظروا كيف تتخفى هنا. طبعا مثل هذه الكائنات لديها قدرة هائلة على التخفي. طيب من الذي أعطاها ذلك؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، خلق فسوى وقدر فهدى، سبحانه وتعالى. فإذا ظاهرة الطيران موجودة في الطبيعة أيها الأحبة، وهي ظاهرة مهمة. طيب لماذا زود الله بعض الكائنات بميزة الطيران؟ طبعا علميا الانزلاق، لأن ليس لديه جناح ليطير. هذه الكائنات ضعيفة، هذا الكائن ضعيف، لولا قدرته على الطيران لانقرض منذ ملايين السنين. هذا الكائن يعيش تقريبا مئات الملايين من السنين موجود على الأرض ولا زال حيا ويكسب رزقه، سبحان الله. لولا هذه الميزة لانقرض منذ زمن. أيضا الثعبان الأخضر هذا المزخرف الجميل، لولا أن الله سبحانه وتعالى أعطاه ميزة أيضا أخرى، وهي القدرة على الطيران والقدرة على أن يميل بجسمه باتجاه المكان الذي يريد
أن يسقط عليه، ولولا هذه القدرة على الهروب والمناورة أولا لم يستطع أن يكسب رزقه، ولم يستطع أن ينجو لأن عدد المفترسين في الغابة كبير جدا، وهذا بسبب الزخرفة التي هي موجودة على جسده وبسبب هذه الألوان الزاهية، فهو مميز جدا في الطبيعة، فأي مفترس يستطيع أن يصل إليه بسهولة. لذلك الله عز وجل مكنه من هذه القدرة حيث لا يستطيع المفترس أن يصل إلى هنا. وبالتالي القدرة على الطيران هي وسيلة للنجاة من المخاطر، وسيلة للاصطياد، وأيضا يوفر الطاقة، هو لا يحتاج أن يمشي أو يبذل جهدا، انظروا هو فقط يرمي بنفسه هكذا فيقوم بتوفير الطاقة، وبالتالي يحافظ على حياته وعلى الأجيال ولا ينقرض. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، سبحان الله. هذه الحركة الموجية ووجود أضلاع قوية هنا تستطيع أن تؤمن له الحركة اللازمة دون أن ينهار أو يسقط أو ينزلق في مكان خاطئ، سبحان الله. لذلك العلماء يقولون إن تصميم هذا الثعبان تصميم إبداعي، لعب الحظ دورا كبيرا في تصميمه، هكذا يقولون. ولكن نحن نقول الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، سبحانه وتعالى. فإذا هذه الأشكال التي يرسمها تعطيه دفعة إضافية أيضا تزيد من سرعته وتساعده على التوجه إلى المكان الصحيح لكي ينزل تماما في المكان الذي خطط له في دماغه، سبحان الله. مع العلم أن دماغ الثعبان صغير جدا وعدد الخلايا غير كافي لكل هذه الحسابات الهندسية الدقيقة، يعني نحن اليوم لو استخدمنا الكمبيوتر نحتاج إلى عدد كبير من المعادلات لنرسم هذا المسار الذي يسلكه هذا الثعبان الطائر. هذه العمليات يقوم بها منذ مئات الملايين من السنين بكل بساطة، قبل أن يخلق الإنسان، سبحان الله. فكل هذا أيها الأحبة يدل على قدرة الخالق عز وجل، ويدل على إبداع الله عز وجل بديع السماوات والأرض، سبحانه وتعالى. خلق لنا مثل هذه المشاهد لندرك عظمة الله، لندرك أن الكون له إله وليس عشوائي، لندرك أن الله سبحانه وتعالى الذي سخر الرزق لهذا الثعبان وهو يطير لا يمكن أن ينسى عبدا يقول يا رب أرزقني، لا يمكن أبدا. لذلك مثل هذه المشاهد أيها الأحبة تدعونا للتفاؤل، تدعونا للثقة بالله. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. فهذا الإله العظيم إله كريم لم ينسى أحدا من فضله، حتى هذا الثعبان الذي خلقه هيأ له رزقه قبل أن يخلقه. لذلك أنت أخي الحبيب الله هيأ لك الرزق عندما كنت جنينا في بطن أمك، فلا تتخيل أن الله الآن يمكن أن ينساك، سبحانه وتعالى. سبحان الله، يقول العلماء إن الألوان الزاهية لمثل هذا الثعبان، هذا اللون الزاهي المزخرف، هو وسيلة ليصطاد بها بعض الضحايا لأن بعض الضحايا من الحشرات تنجذب نحو هذه الألوان المزخرفة هنا على جلده، تنجذب نحوها وبالتالي تقع في فخ هذا الثعبان، سبحان الله. من أغرب ما وجده العلماء أن هذه الثعابين تضع بيوض صغيرة، بمجرد أن تفقس فإنها تنزلق مثل أمها، سبحان الله، من دون أن تتعلم، من دون أن ترى الأم تفعل ذلك، هي تنزلق بمجرد أن تفقس من بيضتها، مما يدل على أن دماغ هذه الثعابين مبرمج، الدماغ مبرمج ولا يتعلم مثل هذه القفزات، لا يمكن تعلمها في الواقع ولا يمكن دراستها، هو مبرمج ليقوم بهذه الأعمال الرائعة
لنتفكر في هذا في خلق الله عز وجل، ونتأمل هذا الخلق الرائع، فنزداد إيمانا بالله سبحانه وتعالى. أيضا من الدراسات الغريبة أن هذه كائنات غير سامة، غير مؤذية للبشر، وخجولة أيضا سبحان الله، يعني كائن لطيف جدا ويهرب من البشر وخجول، ويعيش بأمان هنا في مثل هذه الغابات الذي سخرها الله كبيئة ليحمي نفسه ويتكاثر ويشكر نعمة الله تبارك وتعالى. طبعا العلماء أيها الأحبة يقولون هذا الكائن وجد بالمصادفة وتطور بالمصادفة وأعطي هذا الشكل بالمصادفة وتمكن من هذه التقنيات وهذا الانزلاق وكل هذه المناورات بالمصادفة، ولديه قدرة على التخفي أيضا ضمن الغابة بالمصادفة، ويمارس غذاءه وصيده وكل شيء بالمصادفة، ويقولون هو تكيف مع البيئة. لا، نحن نقول علميا ومنطقيا إن هذا الكائن خلق الله له البيئة المناسبة أولا، ثم خلقه ثم هداه إلى رزقه. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. مثل هذه الكائنات أيها الأحبة يوجد مليارات الأنواع في الطبيعة، كلها تسبح الله وكلها تشهد بعظمة الخالق سبحانه وتعالى. هذا الخالق قال في كتابه العظيم: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.